أول مثال هنشتغل عليه هنفترض مع بعض إن انت هتفتح شيت جديد هتعمل فيه تقرير أو جدول أو أيا كان الشغل اللي انت هتعمله الشيت الجديد معانا هو مثلا انت لو عايز تشتغل بالعربي هتبقى ناحية اليمين دلوقتي احنا خلاص عملنا الجدول بتاعنا وطبعا لو شغلك او تقريرك فيها بيانات اكتر اكيد الوقت اللي إن انت بتقعد تكريت فيه التقرير ده بيكون اكبر ايه رايك ان انا ممكن اختصر لك الوقت ده كله والثلاث اربع دقائق اللي احنا قعدنا نعمل فيهم الجدول الصغير ده بضغطه زر باختصار معين انت بتحدده قبل كده وليكن مثلا انا عامله كنترول اي اول ما ادوس كنترول اي الجدول اتعمل هنضرب مثال سريع تاني برضو بس على داتا قديمه اوريدي موجوده عندك وانت محتاج ان انت تعدل عليها يعني مثلا لو افترضنا ان شيت المرتبات ده بتاع شهر يناير وانت عايز تعمل بتاع شهر فبراير فهتحتاج ان انت تفضي الداتا القديمه دي بس هتسيب المعادلات مثلا والاسماء فهنيجي مثلا ناخد كوبي ونسميه مثلا هنا طبعا شهر فبراير وايا كان الاسم اللي انت عايز تسميه وبتيجي بقى على البيانات اللي هي بتتغير دي وتقدر ان انت ايه تشيلها علشان خاطر تبتدي تحط المتغيرات بتاعه الشهر الجديد وباختصار تكون انت محدده قبل كده وليكن مثلا انا عامله كنترول ار لو بصينا هنا على الشيت الاساسي خليوا بالكم هنا ده شيت 1 واخر شيت عندنا اللي هو شيت 2 ده انا عايز اعمل كوبي منه في شيت جديد وانضف فيه الداتا كل اللي انا هعمله كنترول ار لو اخدت بالكم اتعمل كوبي في شيت 3 اتنضفت الداتا اتهندل الجدول زي ما انا عايز تعالوا بقى نتعلم ازاي نعمل ده مع بعض الموضوع ابسط مما تتخيلوا هنفتح شيت جديد وهنقول للاكسل اي حاجة اعملها جوه الشيت ده سجلها عندك ولما احب استدعيها استدعيها في اي وقت او ان انا انفذها يعني تمام اول حاجة لازم تكون موجودة عندك لازم التابة بتاع الديفولوبر دي تكون موجودة طيب افرض انت مش موجودة عندك بتجيبها ازاي بتروح على فايل بعد كده اوبشنز ومن اوبشنز بتختار كاستمايز ريبون ومن من المكان ده بتلاقي الناحيه الثانيه ناحيه اليمين كده حاجه اسمها مين تابس هتنزل تحت هتلاقي حاجه اسمها ديفلوبر لو هي مش متعلم عليها كده علم عليها ودوس اوكي okay. هتلاقيها ظهرت معاك هنا تمام دي اول خطوه الخطوه الثانيه بتفتح ديفلوبر دي وتيجي هنا عند السكشن بتاع كلمه كود هتلاقي حاجه اسمها ريكورد ماكرو ليه قلت لك السكشن بتاع كود لان في فيرجنز في الاكسل بتلاقي السكشن ده كله محطوط هنا في الاخر او محطوط في النص ايا كان فانت عشان ما تتوهش دور على كود وجوه السكشن بتاع كود ده هتلاقي ريكورد ماكرو هندوس على كلمه ريكورد ماكرو هيطلع لك الايه الجدول ده او المربع ده المربع ده متقسم لايه اول حاجه الماكرو نيم اللي هو الاسم بتاع التسجيل اللي انت هتعمله احنا دلوقتي هنعمل جدول فهنسميه مثلا ايه جدول ما ينفعش تكتب انشاء سبيس جدول هو مش هيقبل السبيس لو انت عايز تكتب انشاء جدول حطها اندر سكور وبعد كده كلمه ايه جدول وممكن تعمل ايه مثلا تسميه جدول اندر سكور مثلا ايه المرتبات تبقى حتى انت مسمي الجداول بتاعتك تاني حاجه عندنا هنا اللي هي الشورت كات كي ايه الشورت كات كي ده؟ ده الاختصار اللي انت بتعمله اللي اول ما تدوس عليه يروح منفذ لك الشغل بتاعه مش لازم تلتزم بكلمه كنترول يعني انا ممكن اما اقف هنا واخليها مثلا ايه شيفت دي فهيبقى كنترول شيفت دي ده الاختصار بتاعنا وهكذا او ممكن مثلا نخليها كنترول زي ما هي واحط مثلا الاي -E او احط الدي او احط اي حاجه انت عايزها لكن خلي بالك ما ينفعش تحط الاختصارات اللي موجوده اوريدي في الاكسل يعني ما ينفعش تعمل كنترول سي ما معروف كنترول سي اللي هي بتاعت النسخ ولا كنترول في ولا كنترول إيه. اي ايا كان الاختصارات اللي موجوده في الاكسل ما ينفعش تحطها ولو حطيت اي اختصار ولقيت ان هو مش منفذ معاك التسجيل علشان خاطر اوريدي هو موجود وانت ما كنتش عارف هعلمك ازاي تغير ده تمام وهعرفك ازاي اصلا ممكن تشغل الكود من غير او تشغل الريكورد ماكرو ده من غير اختصار كمان هنيجي هنا للديسكريبشن ممكن تكتب اي حاجه عن الجدول اللي انت هتعمله يعني مثلا ممكن نعمل ايه نكتب جدول مرتبات شهر فبراير بتوصف الجدول عادي ده ده اختياري ممكن تحطه او ما تحطوش براحتك اي اي از يو لايك يعني انا هاجي هنا بقى اعمل الاختصار بتاعي انا هعمله لكم كنترول سي عشان اعرفكم ازاي لما ما يتنفسش معانا التسجيل نرجع نعدله وندوس اوكي اول ما دوست اوكي هو ابتدى يعمل ريكوردنج يعني ابتدى يسجل فاي حاجة هعملها هو هيسجلها فتعالى مثلا مع بعض نبدأ ننشئ جدول هننشئه سريعا كده خلاص انت انشأت الجدول بتاعك وهو ده اللي انت عايز تسجله تروح رايح على الديفلوبر تاني وتروح على stop recording هو كده الاكسل سيف الشغل بتاعك لما تيجي بقى تستدعيه او ازاي عايز تنفذ الشغل ده تاني هنفتح هنا شيت جديد ونيجي ندوس على الاختصار اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو كان كنترول سي كل ما ادوس كنترول سي لو خدتوا بالكم بيعمل كوبي ما بينفذش الكود طيب نعمل ايه؟ عندك اختيارين يا اما تروح تغير كنترول سي دي بتعمل اختصار تاني من هنا بتدوس على ماكرو وبتعلم على اسم الماكرو اللي انت عامله وتروح على اوبشن وتغير السي دي مثلا نخليها ايه؟ دبليو وندوس اوكي لما نيجي ندوس هنا كنترول دبليو هتلاقيه راح منفذ لك على طول الايه الكود او تعمل حاجه تانية لو فتحنا شيت جديد اهو بنروح على ماكرو وتدوس رن لو انت عايز تريح نفسك من قصه الايه الاختصارات دي زي ما قلت لكم الموضوع بسيط جدا بتروح على ديفولبر وبتروح على ريكورد ماكرو وبتدوس عليها وتبتدي تشتغل وبعد كده تعمل ستوب ريكوردنج وتعمل الاختصار بتاعك او تعمل من هنا ماكرو ورن زي ما انت عايز نيجي بقى لاخر خطوه وهو ازاي نعمل سيف للملف ده بالماكرو اللي فيه لما بتيجي تعمل سيف فايل او بتدوس اف 12 اللي هو الاختصار بتاع حفظ الملفات بتيجي من هنا من السيف اس تايب وتدوس عليه هتلاقي هنا حاجة اسمها إكسل ماكرو إنيبل ورك بوك، لازم تسيف الشيت بالطريقة دي، لازم تدوس كده ولازم تسجله بالإكسل ماكرو إنيبل عشان خاطر يقبل الماكرو، وتدوس سيف، كده أنت لما تفتح الشيت تاني هتلاقي الشغل بتاعك موجود والإختصارات بتاعتك موجودة وكل حاجة تمام. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتعلم مع بعض إزاي نعمل زر للطباعة. وإزاي نعمل زرار لل... للبحث ننسى بقى في لوك أب بقى والأدفانسد فلتر والكلام القديم ده الموضوع هيبقى بسيط جدًا وبشغل الريكورد ماكرو ده أنت هتخلي الإكسل فعلًا شغال عندك وأنت قاعد ما بتعملش حاجة هتوفر وقت ومجهود على نفسك يا ريت تتابعونا الحلقة الجاية ويا رب يكون الفيديو أفكه ونلتقي في فيديوهات أخرى إن شاء الله